في ان شاء الله انه نمشي في الوقف ممشى كبير ونكمله ونفرح ان شاء الله ونسجد شكر لله على اكماله عاجلا باذن الله. علي وانا بسمع الشباب مشاركات. انا بوجه لامهاتنا وابائنا واخواننا وخواتنا وابنائنا اللي يشاهدون الان، العشر المباركه راحت، اليوم احنا صابحين ثامن، بعد بكره العرفه وبعده اليوم النحر الاكبر وخلاص ما بقى عندنا الا فعليا اليوم اللي هو 8 ويوم 9. وش قدمت فيه؟ الوقف بيكتمل بنا او بغيرنا. صحيح. في رجال ما هم باخلين بالخير، يبي يقدمون الوقف بيكمل، لكن هل انت قدمت شيء في هالعشر اللي العمل احب الى الله سبحانه وتعالى من ايام غيرها؟ هل انت قدمت في هالعشر شيء؟ جاوب، لا تجاوبني، جاوب نفسك، هل انت قدمت؟ اغنم الفرصة. السيئة أتبع، يقول لك أتبع السيئة الحسنة تمحها. أنت الآن لما تقدم في هالوقف هذه حسنات عائدة عليك باستمرار، ما هي بواقفة. فالحسنات لما تجيك، ما لو أذنبت الذنب، الله سبحانه وتعالى راحم عباده، فالذنب الواحد بسيئة، لكن الحسنة بعشر أمثالها وتضاعف إلى 700 ضعف، يعني الحسنة تصل إلى 7000، والله يضاعف لمن يشاء. الذنب بواحد، الوقف هذا بيعود عليك بحسنات، الحسنة اللي تجي من الوقف راح تمحو الذنب اللي انت اذنبته. ما في انسان ما يذنب ويخطئ، لكن اغنم الفرصة، كن مع الركب لا تكون متأخر. فيه ركب الآن يمشي رايح مخليك، انت اما اغنم هالقطار هذا حق الخير واغنم الفرصة، ولا ترى والله بتفوتك الفرصة. عشر مباركة العمل فيها احب عند الله سبحانه وتعالى من ايام غيرها. وقف في داخل الحرم، من تلاقي وقف في داخل الحرم لارتفاع أسعار الأراضي؟ هذا واحد. اثنين، قائم على منافع كثيرة، أيتام، مساكين، معوزين، محتاجين، أرامل، سقيا مياه، تفطير صائم، وأيضا قائم على تسديد ديون الغارمين اللي دائما تصلنا في الرسائل الواتساب، سددوا عن فلان فلان، موقف حسابه فلان فلان فلان. العمل الإنساني ما احنا متأخرين فيه، لكن لما يكون عن طريق وقف يعني مستمر، يبتلون يسددون، ما هم مرة واحدة، ما انت ماخذ لك 10,000 ريال تسددها عن واحد وتسكت، لا، انت بتحط هالعشرة في هالوقت تتضمن انه استمرارية تسديد وزكاة ومساكين وأيتام وسقيا وإفطار. بعض الجمعيات يا ابو عبد الله، يا حبيبي، من إيراد الأوقاف احيانا يقيمون مشاريع تجارية. انا عارف الجمعية قلت البارح موقفها، من إيراد الوقف افتحوا مطعم كبير، والمطعم ذا يعلموني الجمعية يقول فضل الله، ثم أنتم يوم كنتم في قناة بداية يقول كمبيعات اليومية من 60